قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال تاتي بالتزامن مع قرب تسلمه رئاسة الاتحاد الافريقي، حيث تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة على قرب توليه تلك المسؤولية. كما اكد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل للرئيس السنغالي خلال فترة رئاسته للاتحاد، والثقة في قيادته الحكيمة للعمل الافريقي المشترك، ونجاحه في قيادة القارة، خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات. تتزامن زيارة أخ الرئيس ماكي سال مع قرب تسل تسلم سيادته رئاسة الاتحاد الأفريقي. وودا أن أتقدم لفخامته بالتهنئة على قرب توليه لتلك المسؤولية، والتأكيد على دعمنا الكامل لسيادته خلال فترة رئاسة الاتحاد، وثقتنا في قيادته الحكيمة للعمل الإفريقي المشترك، ونجاحه في قيادة القارة خلال تلك المرحله التي تشهد العديد من التحديات وعلى راسها تعزيز جهود احتواء تفشي فيروس كورونا والقضاء على خطر التطرف والارهاب اضافه الى تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القاره